لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود؟ هل هو القرآن الكريم أو اللوح المحفوظ؟ في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أما الشياطين فإنها لا تقرب اللوح المحفوظ، لا تقرب اللوح المحفوظ، إنما تقربه الملائكة المطهرون. نعم. البعض من الناس قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، عن الوحي، السمع معناه الوحي، إنهم عن السمع لمعزولون. نعم.